عليكم. اليوم رانا في عنابة ونروح نشوف واحد من أجمل الأحياء اللي شفتها في عنابة. والحي هذا فيه سكنات فردية رائعة، كل البنايات مكتملة، تقريبا 99.99 تاع البنايات مكتملة، وكذلك سيدي فيلا دو ماتر كما نقولوا حنا، سيدي فيلا دو ماتر. نروح نشوف هذه البنايات الرائعة ونشوف الحي جاي على كاف، يعني جاي على منحدر، يعني يظهر من بعيد روعة. يعني نشوف الفلل كلها تقريبا منتهية الأشغال والشكل رائع، يعني واحد من أفضل الأحياء اللي شفتها في الجزائر. المشكل الوحيد اللي راني نشوف فيه هو الطريق، والطريق هذه على كل حال ما طولش ويسقموها، يسقموها الطريق هذه. لكن الأحياء أحياء والله غير روعة، روعة. نشوف هنا كل شيء مفيني، من يعني من الفيلا للواجهة للطالع. وكذلك يعني الأمر الجيد هو أنه كلهم فيلات هذو تقريبا الطالع أبيض، باللون أبيض. نظر غير حاجة تفرح نشوف هذه الأحياء في هكذا، والله الحاجة تفرح. تبقى مسألة الطريق هذا يعاودوا يفينيوه، يديروا له دي بتيت بوردور دو تروطوار صغيرة ديكوراتيف، على كل حال ماهيش فريمون تاع باش تمشي فيها، مي ديكوراتيف تاع كيما راه تقريبا متر 80 سنتيم نتاع بوردور دو تروطوار، تكون بيان فيني ترافاي، يكون ترافاي نيكال على قدر البنايات الجميلة هذه، يكون بون ترافاي، طريق شابة هكا. والله غير العظيم غير حي طوب دي طوب. إذن نكملوا الرحلة تاعنا في هذا الحي، نشوفوا كاع واش قدرنا نشوفوا. عجبني بزاف. إيه لازم هذيك أموا تكون يا سيدي، ماشي كاع الشاب يقدر يبني هكذا، ماشي كاع، مي أموا تكون هذيك الطبقة الغنية ولا اللي مريؤوسة، لا قلت كلمة يئوسة، الميسورة، يديروا حاجة شابة، هم ينظموا رواحهم ياخذوا حي ما يخلطوش، اللي ما عندوش دراهم بزاف ولا ما يقدرش يبني مليح، ما يقدرش يكمل البنيان ديالو ولا، يا خويا يخطيهم، ما يخلطش معاهم، ما يخسرش الحي، المنظر الجاي، المنظر العام. يكونوا فيها الناس غير اللي يقدروا يخدموا خدمة مليحة، اللي يقدروا يديروا بنيان شباب وكذا ولا بيناتهم، لازم يكونوا ديزاجونس ينظموا هذا الأمر هذا، ديزاجونس إيموبيليار تاع التطوير العقاري، دي بروموتور ينظموا هذه الأمور هذه، يديروا أحياء، ما يخموش يديروا فيلا ولا زوج ولا يديروا حي كامل، أحياء كاملة وتكون بهذا الشكل، يعني فيلا كلها. يعطيكم الصحة كارتي ما شاء الله، كارتي هذا روعة والله، غير ربي يستركم والله، غير درتوا حاجة فور بالفور، ومتفهميش غير لي ميم كولور بنيان فيني سي اكسترا بصح هذه ما سابليك با في الجزائر، يتبعوا غير في الميديوكر. جاي في البلا، حنا البلا.
خويا ليك هو اي بصح لازم كوميتي دو كارتيي شوفه كيما حنا هكذا قال جماعة ما حشمتوش واش احنا ما عندنا في بروزم وحنا في حكومتنا ما عندناش المشكل هذا بصح فلان نهضر على البروسيل بلون ناسيونال لازم هكذا لازم هكذا الاموا لي جون اللي قادرين واش كنت نهضر لي جون اللي قادر يبني ويكمل دارو يا خويا اللي ماشي قادر ما يخطينا ماشي يجي يحكم التيران يحكم التيران ويفال لا موشي يخسروا ماكش قادر تبني اخطينا ما تبنيش قدامنا ما تبنيش قدامنا ابني قربي تاعك مع خويا كارتي شباب ولا غير غير وهذه الخدمه تاع لي بروموتور لازم لي بروموتور هما اللي ينظموا هذا العمل وثاني الدوله الدوله بروموتور او ديبار ان فيزي كو لا فورتون بصح معليش بيان سور باسكو نوض الناس كاين دي جون اللي قادرين يخلصوا دونك علاه ما نديرش حاجه مليحه هاي باغ اكزومبل كنت نهضر ولا غير قلت انا لو سول بيمول بوان نوار لو بوان نوار طريق بصح قلت طريق اين افير دو طون ها تكمل تكمل قالوا لنا تاع لي بون ايشوسي اتوندي اون كومونس لي طابور بوك باسكو ليا دي انفراستركتور دو باز من تحت بصح هنا نو هنا ما سحام نو هنا يا عندك كالكوري اللي كاينين هنا قادرين يفينيوهم ويكون طرافاي امبيكابل لازم نتوما نهار يجيو يخدموا الطريق نتوما توقفوا عليها نو لا فونتي لي ترانسفيرس هادو حنا درناهم حنا جبنا الماء وحنا ونا سوزو اتوك انا يا شوف انا عندي قناه قناه يوتيوب واسمها بيلدينغ الجيريا بيلدينغ الجيريا قناه المهندس للاخبار واسمها وانا مهندس معماري راني ريتريتي وجو جو عندي صافي دوكا 4 كاش سوي مع القناه هذه وانا نبث فيها راني درت كاع لي ولايه براتيكومون كاع لي بلو اللي قدرت نلحق ليهم وهذا الفيديو هذه شوفي فارين فيديو سير لو كارتي هذا وندير لا كريتيك على الطريق تخص ونشكر لي بوان بوزيتيف كاين با مال دو بوان بوزيتيف سي لان دي ميور كارتي اللي شفتهم انا درت بس با مال دو ولايه بون وهران عندهم شويه مي هذا الكارتي شباب وشوف شفتو من تحت روعه باسكو لو يا ان تريتمون تاع لو سيت اون لي مام ماشي اون فيلا يفو تريتي لو بيزاج يفو افوار اون فيزيون سور افوار اون فيزيون جلوبال فتريتي يفو اتر ان اوربانيست با ان اركيتكت الاركيتكت يخدم لك الدار الاوربانيست يخمم لك لو سيت لونسومبل لو سيت دون سون لونسومبل يعني افيك تو لي زاسبي روت لي زاكسي المنظر من بعيد كيفاش اسكو عنده ستيل ما عندوش هنايا سبون ستيل مودر مي سي بيان في لي بور لا بيمير فوا نشوف براتيكومون 99% تاع لي باتيمون مخدومين لي فيلا مبنيين فينين حاجه ما شاء الله وربي ان شاء الله يثبتنا هيا بالك بالك ادخل في القناه تصيبني بيلدينغ الجيريا واسمها اكتب غير بيلدينغ اكتب بيلدينغ تخرج لك يخرج لك واحد الشايب هكذا بالكاسك بالكاسك خلينا ان كومونتير ولا هيا صحه ما شاء الله خليكم تتابعوا ما تبقى من هذا الفيديو السلام عليكم Thank you.
وتستمر الجولة. إذن احنا رانا في حي رائع، هي جميلة جدا.